ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you, Salman? This is teacher Abdulaziz Zakaria from E-Alim. This is, inshallah, your course plan for this month. In this plan, inshallah, we are gonna continue memorizing Surah Al-Naba, inshallah. I'm gonna recite some ayat from it, inshallah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن ما كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. That's all. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله.